أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: من حج أو صلى رياء هل يجب عليه إعادة ما حج أو صلى؟ لا يجب عليه إعادة، لأنه أدى العبادة، أدى العبادة بصورتها وشروطها وواجباتها وأركانها، فهو أداها فلا يؤمر بالإعادة، لكن يؤمر بالإخلاص والتوبة إلى الله، يتوب إلى الله من الرياء والله يتوب على من حاج، وأما الإعادة فلا تجب عليه.